كانت امرأة مسنة اسمها روزالي تجلس بهدوء في دار المسنين عندما بدأت غرفتها فجأة ندب بالحياة بأنسجة تدور حول نفسها، ومن خلال الستائر الغنية بالتفاصيل استطاعت تخيل حيوانات وأطفال وشخصيات بأزياء. كانت روزالي قلقة ليس مما رأت، لأنها أيقنت أن تلك الحاشية كانت عبارة عن هلوسة بتفاصيل كثيرة. كان إدراكها الوظيفي لا يزال فعالاً، لم تكن قد تعاطت أي أدوية قد تسبب الهلوسات. الأغرب من ذلك كان لديها حشد واقعي من مؤدي السيرك يضجون في غرفتها ولم يكن بمقدورها رؤيتهم. كانت فاقدة البصر كلياً، كانت مصابة بحالة تعرف بمتلازمة تشارلز بونت، حيث يعاني المرضى ذوي البصر الضعيف أو المفقود تماماً من الهلوسة بمشاهد كاملة وبألوان واضحة. تظهر هذه الهلوسات فجأة وقد تستمر لبضع دقائق أو تتكرر لسنوات. ما زلنا لا نعرف تماماً الأسباب وراء ظهورها واختفائها أو لماذا يعاني منها بعض المرضى في حين لا يفعل البعض الآخر، لكننا نعرف من خلال فحوصات الرنين المغناطيسي الوظيفي أن تلك الهلوسات تفعل نفس المناطق الدماغية كالرؤية، وهي مناطق لا تقوم المخيلة بتحفيزها. العديد من الهلوسات الأخرى بما فيها الروائح والمناظر والأصوات تشمل أيضاً نفس المناطق الدماغية المسؤولة عن التجارب الحسية الحقيقية. بسبب هذا يعتقد أن القشرة الدماغية تلعب دوراً في حدوث الهلوسات. تغطي هذه الطبقة الرقيقة من المادة الرمادية كامل المخ الذي يحتوي على مناطق مختلفة تعالج المعلومات التي نستقبلها من كل حواسنا. لكن بالنسبة للأفراد الذين يملكون حواس سليمة تماماً، يبني الدماغ العالم الذي ندركه من معلومات ناقصة. مثلاً، تملك أعيننا بقع عمياء حيث يحجب العصب البصري جزءاً من شبكيات العين. عندما تعالج الباحة البصرية الضوء إلى صور مفهومة، تقوم بملء هذه البقع العمياء بالمعلومات من المناطق المحيطة. عادة قد نلاحظ خللاً، ولكننا لا ندركه معظم الوقت. عندما تحرم الباحة البصرية من البيانات المدخلة من العينين ولو لوهلة، يظل الدماغ يحاول تكوين صورة مفهومة، لكن تصبح حدود قدراته أكثر وضوحاً. إن الهلوسات المتكاملة لمتلازمة تشارلز هي أحد الأمثلة، لأن متلازمة تشارلز تحدث فقط للناس الذين كانت لديهم رؤية طبيعية ثم فقدوا قدرتهم على الرؤية لا الكافيين منذ الولادة. يعتقد العلماء أن الدماغ يستخدم صوراً من الذاكرة ليعوض عن نقص مدخلات بصرية جديدة. كذلك الأمر نفسه لبقية الحواس الأخرى. الناس الذين يعانون من نقص في السمع غالباً ما يهلوسون بسماع موسيقى أو أصوات، وأحياناً تكون غنية بتفاصيل كمعزوفة لفرقة موسيقية. إلى جانب فقدان الحواس، إن العقاقير العلاجية والترفيهية وبعض الحالات المرضية كالصرع والنوم القهري والاضطرابات النفسية كانفصام الشخصية كلها أمثلة عن الأسباب العديدة المعروفة وراء الهلوسة، وما زلنا نكتشف أسباباً أخرى. أحد أسوأ أنواع الهلوسات هي تلك المرتبطة بالأدوية كالسيلوسيبين وعقار الهلوسة LSD. تشمل أهم أعراضها الجانبية الإحساس بأن كل الأشياء الجافة رطبة وأن الأسطح تتنفس. وعند أخذ جرعات أكبر قد يبدو العالم المرئي كأنه ينصهر ويتحلل إلى دوامات أو ينفجر في شكل أجزاء متفرقة. تظهر الأدلة أن تلك العقاقير تؤثر على القشرة الدماغية، لكن بينما تسبب الإعاقة البصرية الهلوسات البصرية فقط ويسبب فقدان السمع هلوسات سمعية، بالمقابل تسبب مواد كعقار LSD اضطراباً بالإدراك الحسي لكل الحواس، وذلك على الأرجح لأنه يفعل مستقبلات في مناطق واسعة ومختلفة من الدماغ بما فيها جميع المناطق القشرية للباحات الحسية. السيلوسيبين والSD يعملان كالسيروتونين في الدماغ ويرتبطان بنوع واحد من مستقبلات السيروتونين تحديداً. على الرغم من أن دور السيروتونين في الدماغ معقد وغير مفهوم، فهو على الأرجح يقوم بدور مهم في دمج المعلومات المرسلة من العينين والأنف والأذنين وبقية الأعضاء الحسية. لذا هناك نظريات ترجح أن LSD وسيلوسيبين يسببان الهلوسة من خلال تشويش الإشارة المرتبطة بعملية التكامل الحسي. تملك الهلوسات المرتبطة بمرض انفصام الشخصية آلية مشابهة لتلك الهلوسات المرتبطة بالLSD وسيلوسيبين. إن المصابين بانفصام الشخصية غالباً ما تكون لديهم مستويات مرتفعة من السيروتونين في الدماغ، كما أن أدوية الأمراض النفسية تخفف أعراض الانفصام من خلال حجب نفس مستقبلات السيروتونين التي يرتبط بها LSD والسيلوسيبين. وفي بعض الحالات قد تخفف هذه الأدوية من هلوسات المرضى المصابين بمتلازمة تشارلز.
ما زلنا في بداية رحلة طويلة لمعرفة الأسباب المختلفة والآليات المترابطة والمتداخلة للهلوسات، لكن أصبح واضحاً أن تجارب الهلوسة مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالإدراك الحسي أكثر مما نعتقد. من خلال دراسة الهلوسات بدأنا نتعلم الكثير عن الطريقة التي يدرك بها عقلنا العالم الذي نراه ونسمعه ونشمه ونلمسه. كلما عرفنا أكثر سنصبح أكثر تقديراً لتفردي وذاتية وإدراك كل شخص للكون المحيط به. على استعداد لمواصلة التعلم، شاهد مقاطع الفيديو هذه إما لتحدي ما تعتقد أنك تعرفه أو لمعرفة المزيد حول ما لا تعرفه. اشترك وابقى فضولي.